هذا الاختراع هو عبارة عن آلة بتفحص أو بتعمل كالكول لعدد ساعات الشمس وعدد ساعات الغيم خلال النهار بمنطقة معينة بوقت معين. ميزات هالآلة إنها كتير دقيقة لأنه بتشتغل على الميلي سكوند، ومعالجة المعلومات تبعها كمان كتير سهل، أسهل من غير الأباريات الموجودين هلأ اللي بيشتغلوا على نفس الطريقة. هي عندها مبدأ جديد بتشتغل عليه، بتفيد الأمور الزراعية بالتحديد النبتة، الفوتوسينتيز تبع النبتة، وكمان بتفيد الأغراض المتعلقة بالأرصاد الجوية والطقس. هاي الآلة محطوطة هلأ بمصلحة الأبحاث العلمية الزراعية برياء. أنا رأبت كل الأباريات التانية، شفت نقط ضعف الأباريات التانية. مثلا الأباري اللي بتشتغل بطريقة ميكانيكية بحاجة لوقت كتير لمعالجة المعطيات فيها ومنها دقيقة، المارجرر تبعها كتير كبير. هذه الأباريات فادت هذا الموضوع، وبالإضافة لكل المشاكل التانية اللي بتعاني منها باقي الأباريات.